إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. هشاشة العظام. هشاشة العظام معناها ضعف العظام وقلة الكالسيوم فيها، لدرجة إن أي وقعة أو خبطة صغيرة ممكن تتسبب في كسر في أحد العظام، وبتحصل بصورة شائعة في عظمة الفخذ والرزغ والعمود الفقري. هشاشة العظام بتحصل مع تقدم السن، خاصة عند السيدات بعد سن اليأس، وبتتسبب عندهم في آلام مزمنة في الظهر بسبب تآكل الفقرات، وبتتسبب الهشاشة كمان في كسر القامة مع مرور الوقت وانحناء الجسم. هشاشة العظام بتحصل بسبب قلة كثافة الكالسيوم في العظام مع تقدم العمر، وبيزودها كمان نقص تناول الكالسيوم في الغذاء وقلة النشاط البدني، لأن الحركة والنشاط بيعززوا من قوة العظام. وثبت كمان إن التدخين من الحاجات اللي بتضعف من العظام وبتزود من هشاشتها، علشان كده التغذية الجيدة والبعد عن التدخين وممارسة التمرينات الرياضية بانتظام ضروري جدا، وبيحافظ على صحة عظامك طول حياتك. فاصل وهنلتقي مع معلومة كمان. الحفاظ على وزن مثالي كنز. كنز مش هتحس بيه إلا مع تقدم السن. الكلام ده موجه للشباب ومتوسط العمر، الناس اللي وزنهم أعلى من المعدلات الطبيعية. معظمهم مش بيشعروا بأي حاجة غير طبيعية في السن الصغير وفترة منتصف العمر، لكن السمنة والوزن الزائد بيؤثروا بالسلب على كل أعضاء الجسم بالتدريج. البدانة وزيادة الدهون في الجسم بتصيب كل شرايين الجسم بحاجة اسمها تصلب الشرايين، وده بيؤثر على كفاءة أعضاء الجسم لأنها بتقلل من الدم والغذاء اللي رايح لهذه الأعضاء، بتؤثر على القلب والمخ والكلى وغيره. السمنة بتعمل دهون مرضية في الكبد وبتتسبب في تليف في الكبد. السمنة كمان بتؤثر على المفاصل وبتعمل فيها خشونة جديدة، وبتتسبب في آلام مبرحة مع تقدم العمر تخلي الواحد مش قادر يمشي بسهولة أو حتى يتحرك خطوتين بسهولة. انتبه جيدا لوزنك من دلوقتي، وما تستهنش بزيادة الوزن حتى لو مش تعبك دلوقتي، لكن أكيد هتأثر عليك بعد كده. دمتم بصحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.